هاد الحضاره اليوم اللي جينا كنلقاو هاد الجماهير الكبيره كتستقبلنا، ما كيزيدنا هاد الشيء الا واحد الحافز كبير اننا نزيدو نشرفو الوداد. اليوم نسينا البارح، نسينا اننا مؤهلين لنهائي العصبه. نضع بين اعيننا الماتش ديال لوناف مع الجيش، ونضع بين اعيننا لقب البطوله الوطنيه باش نسدو هذا الفيلم هذا ونتفرغوا ان شاء الله بور بريباري بور بيان بريباري الترجي. وكنشكركم حتى انتم كصحافه شريك معنا دائما يشاركونا في الافراح والاطراح.